مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكة انت انت، صباح الخير عليكم ويا رب يكون يوم سعيد علينا. النهاردة الحد 11 يناير 2015، ويا رب يكون يوم أدفى من الأيام اللي فاتت. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ميانو، صباح الخير على كل المشاهدين. وعايز اقول لكم طبعا ان اكيد اول ما كده نبتدي نشوف ان درجة الحرارة بدل ما كانت العظمى 12 بقت العظمى 19 حسب التوقعات، يعني اكيد هيبقى الدنيا أدفى اكيد. هو طبيعي ان لما الدنيا بتمطر ان الشمس بتطلع، بس يعني احنا لسه مش ما شفناش يعني الشمس هتطلع دلوقتي ولا تطلع كمان شويه، مستنيين الشمس يعني دلوقتي عشان ندفي. على العموم ربنا يكون في عون كل حد بينزل يشتغل وكل حد يا بيضطر رب. ان هو ما يبقاش موجود في الدفا، واي حد ظروفه ما اتاحتلوش كده. بفكركم اكيد ان اي حد يقدر يعمل اي حاجه خير، اي حد يقدر يساعد حد ربنا ما يعني ما وفقوش ان هو يكون تحت زقف زي ما بيقولوا، يا ريت، عشان دي هتبقى حاجه سنه كبيره قوي، وهتبقى حاجه بنعملها لبعض وبنساعد بعض. عندنا ايه النهارده؟ عندنا فقرات كتير، عندنا زي كل يوم بنبدا بفقره الصحافه، هيكون معانا الصحفي احمد عاطف الصحفي بجريده الوطن، ومتابعه لاخر اخبار النهارده عن الانتخابات البرلمانيه، حديث الساعه واخر خطوه من خريطه الاستحقاق. النهارده الحقيقه هيكون عندنا فقره خاصه جدا مع الاستاذ ماهر المحاريق، وهو نائب رئيس حزب الوفد بالقليوبيه، واللي هيكلمنا عن التحالفات الحزبيه اللي كل شويه الحقيقه بنسمع عن تغيير فيها. طبعا حاجة مهمة جدا التميز في أي شيء، وخصوصا التميز الرياضي. النهاردة هيكون معانا بطل صغير، البطل ده حاصل على المركز الخامس عالميا في السباحة، هيكون معانا السباح محمد أحمد ماهر المصنف الخامس عالميا في رياضة السباحة للأطفال، وهيكون معانا كمان المدرب محمد منير، وهنتكلم عن أهمية السباحة وإزاي إن هو وصل إن هو يكون الخامس عالميا على السباحة. عدد خاص جدا احتفالي اصدرته مجله الاهرام العربي منذ اسابيع قليله، وكان مرفق به سي دي ب1000 اغنيه للكيثاره فيروز. والحقيقه يمكن هذا العدد نفذ اول ما طبع، يعني اول صدوره يعني، وطبع تاني ونفذ تاني طبعا ل1000 اغنيه. ده غير طبعا العدد نفسه غني جدا بكل ما كتب عن فيروز هذه العظيمه. النهارده هيكون عندنا فقره خاصه جدا هنتكلم عن الفكره ديت، وهنتكلم كمان عن رد الفعل اللي واضح ان هو ممكن يتكرر كمان مع فنانين تانيين من مصر ومن العالم العربي. وطبعا زي كل يوم حد بيكون معانا فقره اقتصاديه. النهارده هيشرفنا في الاستوديو دكتور صفاء فارس خبيره الاوراق الماليه، وهنتكلم عن اخر اخبار البورصه والاقتصاد. بس دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونبدا معاكم يومنا بفقره الصحافه، استنونا بعد الفاصل.